خلينا ننتهز الفرصه برضو يا نهاوند ونقول طبعا لكابتن محمود الخطيب الف سلامه، الف مليون سلامه، ان شاء الله يعني يتحسن ويبقى في احسن حال. واكيد وجود كابتن محمود الخطيب مع الفرقه بيديها دعم وقوه كبيره جدا. النهارده كابتن محمود الخطيب ليس فقط رئيس النادي الاهلي ولكن هو احد اساطير النادي على مدار التاريخ، يعني يمكن مش عايز اقول يعني من احرف لاعب جه في كره القدم، ولكن خلينا نقول ان اسطوره كبيره كابتن محمود الخطيب. نتمنى له كل الشفاء واكيد كل قلوبنا وجماهير النادي الاهلي بتدعي له ان شاء الله انه يتحسن، واكيد يعني يوم ما النادي الاهلي او الفريق هيأدي بشكل كويس ويكسب اكيد دي حاجه هتفرح كابتن محمود الخطيب حتى لو هو مش موجود مع الفريق، فطبعا اكيد بنقول له الف سلامه. انا بتفق معاك طبعا. بص احنا يعني مش عايزين نقل حضراتكم، احنا بنطمن حضراتكم طبعا عن كابتن محمود، بس اكيد كلنا لازم ندعي له، كلنا لازم نقول ربنا يقومه بالف سلامه يا رب. وهنتابع مع حضراتكم اكيد على قناه النادي الاهلي، اكيد هيكون في تصريحات مختلفه من النادي الاهلي عن حاله كابتن محمود علشان نطمن حضراتكم، مهم جدا. ناس كتيره كانت بتسال طبعا، ناس كتير يهمها ان هي تطمن على كابتن خطيب، فان شاء الله يقومه بالف سلامه وتبقى كده يعني فتره سريعه جدا وتعدي باذن الله، يبقى علينا احسن من الأول كمان.